اسمعنا يا فتيات، الحياة مليئة باللحظات المحرجة التي نفضل نسيانها، لكن البكاء والزعل في الأوقات الصعبة لا يجدي أي نافع. لذلك لنجتمع ونتذكر أننا كلنا نمر بها، وبينما تفضلين الاختباء هناك على الأقل شخص آخر في العالم يشعر بحرقتك. إليك بعض اللحظات المألوفة جداً. الماسكارا آخر خطوة في مكياجك الطويل، لكن لماذا دائماً ما تعطسين مباشرة قبل أن تجف؟ أجل، يبدو أن هذه العيون تحتاج إعادة وضع المكياج، إلا إن كنت تحبين عيون الراكون، يفضل أن تراسي العمل، ستتأخرين هذا الصباح. حسناً، يوم جديد وبداية جديدة. أوه لا، لا يمكن أن يتكرر هذا. هذه المرة حاولي فتح عينيك حتى لا تلتصق الماسكارا بوجهك. واو، لقد نجح ذلك. والآن لا تحتاجين إلى كوب القهوة لجعل هذا الصباح مثالياً. تبدين مذهلة أوليفيا. أوه لا، علي النهوض، لكن الفراش مريح ودافئ، ربما 5 دقائق أخرى فقط. هل سبق أن شعرت بأنك تسقطين في نومك؟ أوليفيا على وشك معرفة ما أتحدث عنه. تعانين صعوبة في الوصول للكوب أوليفيا؟ حسناً، علي أن أشتري عتبة أصعد عليها. تقريباً. لا، ليس السقطة الرهيبة الممقوتة. لماذا يحصل لك هذا كلما غرقت في النوم؟ لا تقلقي، كان مجرد حلم. لماذا لا أقع على شيء أكثر متعة في المرة القادمة، مثل لوح غطس أو ترامبولين؟ سقطة موفقة أوليفيا. أتساءل ماذا يجب أن أفعل اليوم؟ لا ضرر من التطهير، سأمسح يدي قبل تناول الغداء. لا شيء يضاهي سحب أول ورقة مبللة. يا ترى كم جرثومة تقتل حقاً؟ حسناً، هذا يكفي. ماذا أيضاً يحتاج التنظيف هنا؟ لا أتذكر آخر مرة مسحت في هذه الطاولة. أجل، هكذا. واو، أشعر أني منتجة اليوم، لا يزال فيها رطوبة. أوه، تحمست فيكي. فيكي، كل هذا تنظيف جعل رائحتك. حسناً، هذه طريقة لحل الأمر. وداعاً للغبار. أيضاً سأمسح هاتفي جيداً. يبدو أننا سننظف كل المنزل الآن. ها فيكي، وجهاز التحكم فيه الكثير من الجراثيم. بالحديث عن الجراثيم، تنظيف الحمام ضروري دوماً. هكذا أفضل. ومسكات الباب، معظم الناس ينسون بشأنها. فيكي، هل تنظفين حديقة ألعاب الحي؟ أوه لا، لا أظن أن الحصان يحب هذا. ألم يسمعوا بغسل السيارة من قبل؟ انظروا لهذا، المعي يا صديقتي، المعي. حسناً فيكي، أظنك تفقدين السيطرة هنا. أجل، لقد فقدتها بالتأكيد. أخيراً انتهى الجنون. يا فتاة، سيطري على نفسك. هلي، دعيني أنظف هاتفك بسرعة. ألا ترين أني أتحدث عليه؟ حسناً، هل كان هذا ضرورياً؟ في نهاية يوم طويل، غسل وجهك أمر رائع. حان وقت غسل كل المكياج والغبار والطاقة السلبية من يومك. هل سمعت ذلك؟ هذا غريب. حسناً، متأكدة أني سمعت شيئاً. هيا يا رجل، أنا مستعدة ومسلحة. يفضل أن أغسله بسرعة، لكن أبقي عيناً مفتوحة دائماً. هل نحن في جلسة تصوير لمجلة معروفة؟ لا، إنها أوليفيا تبدو مذهلة في ملابس السباحة الجديدة. أجل يا فتاة، من المذهل ما يمكن لهواء البحر العليل وثوب سباحة ظريف وبعض الثقة أن تفعل، صح يا بنات؟ حسناً، الشمس على وشك الغروب، حان وقت التجفيف. أو لا، قدماي. أوتش، هل هذه صخور أم ليجو؟ تباً، كيف نسيت الشبشب؟ يا لي من حمقاء، هذا محرج جداً. أوتش، فجأة لم تعد هذه جلسة تصوير فخمة.
لماذا وضعت منشفتي بعيداً؟ أصابعي المسكينة! أو 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 أو! من المؤلم مشاهدتك يا أوليفيا. الشمس ساطعة، مما يعني أنه وقت واق الشمس. تحتاجين مساعدة يا أوليفيا؟ مرحباً إيميلي، تعالي. هل تمانعين وضع واق الشمس على ظهري؟ لقد طليت أظافري للتو. حسناً، يبدو هذا ممكناً. بينما تبدو هذه الأظافر الرائعة، إنها تجعل الحياة أصعب بقليل. وفي هذه الحالة فوضوية. ها أنت ذا. أوه، هل يفترض أن أتألم هكذا؟ كلي خدوش. آسفة، يبدو أن مخالبي وقفت في الطريق. حسناً، باي. شكراً لذلك. الشعر المموج جميل، لكن من الممتع أحياناً التغيير. وملمس الشعر هو المناسب للمهمة. لحظة، لماذا لا يعمل؟ ماذا يحدث؟ شعري ما زال كما هو. هيا، ما مشكلة هذا الشيء؟ كان ممتازاً قبل يومين. غريب، إنه ليس ساخناً. هل هناك مشكلة في التسخين؟ لماذا لا يعمل؟ هذا هو السبب، إنه ليس مشبوكاً حتى. لابد أنك تشعرين بالحماقة أوليفيا. ها؟ حسناً، أظن أن شعري يبدو أفضل هكذا. أخيراً لدي الوقت لأعتني بهذه الأظافر. هي، ماذا؟ هل جننت؟ سأعود للأظافر الآن. شكراً جزيلاً. طفح الكيل، سأذهب للصالون. هذه الحفلة مملة ولن يتفقدني أحد إن بقيت هنا. هذه الحفلة مملة ولن يتفقدني أحد إن بقيت هنا. ليس علي التبول، لكن وقت تصفح فيسبوك. الجميع يعرف أن ورقة التواليت يجب أن يكون هكذا. هل تظن أن هناك من يفتقدني هناك؟ أفضل النظر إلى ميمات الكلاب. هل هذه جريمة؟ أنا متعبة. كم الساعة؟ ألو؟ نعم، أنا هنا لكني أتسكع في الحمام. الحفلة مملة. أجل، سأخرج في النهاية. فهناك كعكة و... حسناً، علي التحرك. وحان وقت إنزال الماء. هل لاحظت أن رجليك تميلان للخدر عندما تطيلين الجلوس؟ خاصة عند الجلوس على المرحاض طويلاً؟ هيا، أيها الدم تدفق. حسناً، اقتربنا. أجل. أوه، انظروا لأوليفيا وهي نائمة بسلام. أوه، أين ذهب الغطاء؟ إني أتجمد. لابد أني نسيت إطفاء المكيف. على الأقل أعرف أنه يعمل جيداً. هكذا أفضل. لن أغادر هذا الفراش أبداً. أوه، إنه مثل خيمتها الصغيرة هناك. أوه لا، أصبحت أشعر بالحر. لماذا لا أستطيع الارتياح؟ أشعر إما بالبرد أو الحر الشديد. انظروا إلي، إني أتعرق. لا أعتقد أن النفخ سيساعدك أوليفيا. يفضل أن يكون هناك وقت لتستحم قبل العمل، فهي تحتاج حماماً. نعم، سيساعدك ذيل الحصان. حسناً، لا أعتقد أني أستطيع العودة للنوم. هاي، هل يمكن لأحد أن يجلب لي كأس ماء؟ حسناً، يبدو أنها حلقة مفرغة لا تنتهي من الحر والبرد. نوماً هانئاً أوليفيا. حسناً، كوني صادقة. كم من هذه المواقف المحرجة تجدينها مألوفة؟ أكثر مما يمكن عدها، صحيح؟ إذن ستعجبك المشاهد خلف الكواليس. استمتعوا. تحب مشاهدة هذه الفيديوهات؟ تابع كل المتعة بالاشتراك في قناة 1-2-3-GO. ولا تنسى مشاركة مقاطعنا مع أصدقائك. نراك في المرة القادمة.